أفضل أعداد التراويح أو أفضل عدد صلاة التراويح ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة، ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وفي رواية أخرى في الصحيحين عن ابن عمر عن 13 ركعة. أما الزيادة عن 11 أو 13 فلها أصل أيضا وفعلها السلف، وينبغي أن نفعل من هذا أو أن نحدث من هذا الأمر إشكالا كل عام. وإن صليت مع إمامك صلاة التراويح فلا تنصرف حتى ينصرف إمامك، هذا أدب وسنة غائبة، هذه سنة غائبة. إذا صليت التراويح خلف إمام فمن السنة ألا تنصرف من صلاة التراويح حتى ينتهي إمامك من صلاة التراويح ليكتب الله لك قيام ليلة كاملة، كما قال الصادق الذي لم تقع عن الهوى. أما إن خرجت لعذر فهذا لا حرج ولا إثم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.